محمد الجداوي، انا مدير علاقات عامه وتسويق في ال جي مصر. عايزينك تكلمنا عن رؤيه الشركه العالميه في التوسع في مصر. الحقيقه رؤيه الشركه انه السوق المصري سوق واقع جدا، ومعدل النمو فيه بيكبر بشكل كبير، فبالتالي ال جي بتدي اولويه دايما كل التكنولوجيا الجديدة وكل البرودكتس المتاحة لازم تكون موجودة في مصر، ومصر تبقى من الأسواق اللي دايما تكون رائدة فيها منتجات ال جي. مؤمنين جدا ان السوق بيكبر، مش بس النمو السكاني، ولكن هي فكرة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي تعملها الدولة وحتى القطاع الخاص، البنى اللي بيحصل زي شرق القاهرة، زي المدن الجديدة. احنا فاهمين ان ده opportunity او فرص استثمار جيدة جدا، وبالتالي في اولوية من عندنا ان احنا نركز جدا في الناحية دي، ان احنا نقدر ان احنا نمد السوق باحتياجاته من المنتجات. في استثمارات جديدة، فتح خطوط انتاج جديدة او تفكير فتح خطوط انتاج جديدة؟ طبعا في خطة لده، الشركة جاهزة ان احنا طبعا حاليا عندنا مصنع في العاشر من رمضان بينتج اجهزة التلفزيونات والغسالات، وفي خطة للثلاجات. حاليا بيتم دراسة السوق والتحديات اللي موجودة، ان شاء الله الدنيا تبقى افضل في الفترة اللي جاية، واول ما نحس ان الوقت مناسب على طول ان شاء الله خطوط الانتاج الجديدة تكون موجودة. ده هيبقى في فرصة لتشغيل أيدي عاملة مصرية أكتر.